سيادة المستشار، زيارة سامح شكري وزير الخارجية لبروكسل أعتقد أنها كانت استثنائية. أولا نتكلم، أنا معني أكتر معلش بحلف الناتو، لأن عارف حضرتك طبيعة حلف الناتو وطبيعة المهام سواء العسكرية أو حتى السياسية اللي هو مطلع بيها. حضرتك تشرح للسادة المشاهدين أولا إحنا إيه علاقتنا بحلف الناتو، وإيه اللي ممكن يكون دار ما بين وزير الخارجية المصري وأمين عام حلف الناتو؟ هو في الحقيقة الزيارة لمقر حلف الناتو هي بالفعل زيارة فريدة من نوعها وهامة، لأنه تتزامن هذه الزيارة مع حصول مصر على تمثيل دبلوماسي دائم لدى الحلف، وتم الإعلان عنه في شهر مارس الجاري، وكان هذا أيضا يعني يكلل الزيارة ويعكس أهمية هذه الزيارة لمقر الحلف ولقاء وزير الخارجية مع سكرتير عام الحلف. طبعا الحلف منخرط في موضوعات كثيرة تتعلق بأمن المنطقة، سواء أمن البحر المتوسط أو أمن الشرق الأوسط، لارتباطه الوثيق بأمن القارة الأوروبية وجنوب وشمال المتوسط، وبالتالي من الطبيعي أن تجد أن هناك موضوعات كثيرة محل اهتمام مشترك بين الحلف الناتو ودول جنوب المتوسط. مصر طبعا بطبع أو بحكم وضعها الإقليمي ومكانتها الإقليمية ودورها اللي بتقوم به الرائد في مجال مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص، وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي قضايا في مجملها بتهم القارة الأوروبية، بيدور حوار مطول حول تلك القضايا. لا شك أيضا أن موضوع الوضع في ليبيا والأزمة في ليبيا حازت على قدر كبير من النقاش أيضا بين الوزير سامح شكري وسكرتير عام الحلف وقيادات الحلف أو مديري الإدارات الرئيسية في الحلف، لأننا طبعا عارفين الدور اللي مصر بتقوم به في حلحلة الأزمة الليبية والنشاط الذي شهدته القاهرة خلال الأشهر الأخيرة في استضافة القيادات الليبية وقيادات القبائل الليبية وقيادات الفكر الليبية، وما تمخض عنها من توافقات كان من المفترض أنها تقود إلى حلحلة الأزمة في وقت قريب. وبالتالي القضايا محل الاهتمام المشترك قضايا كثيرة، زي ما قلت مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية وكيفية معالجتها، وطبعا وزير خارجية مصر هنا شرح رؤية مصر تجاه قضية الهجرة غير الشرعية، وهي رؤية شاملة الحقيقة بتتجاوز مسألة التعامل الأمني مع الظاهرة، ولكن تشمل أيضا التعامل التنموي ورفع قدرات الدول التي تستقبل أو التي المصدرة للهجرة أو التي يعبر من خلالها المهاجرون، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية زي ما قلت ليبيا، القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط، الوضع في العراق، الوضع في اليمن، بالإضافة إلى التعاون الثنائي.